مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان في طريقها للاستئناف، فقد ذكر ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المجلس العسكري لاستئناف المفاوضات، واقترحت قوى إعلان الحرية والتغيير الدخول في نقاش مباشر مع المجلس حول نقاط الخلاف الأساسية لحلها خلال 72 ساعة. وتطالب المعارضة السودانية مسنودة بالمعتصمين بتسليم السلطة للمدنيين. الأزمة السياسية في السودان ما تزال تراوح مكانها في كنف السجال والاستقطاب. العسكر يقول إنه في انتظار أن تتوحد كلمة الفرقاء لتتضح أمامه ملامح خارطة طريق تحظى بالإجماع، شرط ما يزال عصيا على التحقق أمام تعدد الرؤى والمشارب بين أقطاب السياسة الذين لا يبدو أنهم على قلب رجل واحد. استقطاب تحاول قوى الحرية والتغيير أن تنأى بنفسها عنه، وهي تؤكد على تشبثها بمطلبها الرئيسي وهو تسليم السلطة إلى المدنيين وتكريس ما تسميه الشرعية الثورية. قوى الحرية والتغيير ستقوم بتشكيل مجلس قيادي ليقود المرحلة القادمة. مهام هذا المجلس مباشرة الإشراف على التفاوض واعتبار المجلس مرجعية للتفاوض. ووسط حالة من التوجس والترقب، الجيش يكثف انتشاره في العاصمة وحول المراكز الحساسة. شهر مضى بالكمال والتمام على إزاحة عمر البشير على يد رفاق السلاح في سادس أيام الاعتصام في ساحة القيادة العامة التي ما تزال قبلة للمتظاهرين. مع أفول الشمس وتراجع درجات الحرارة تتحرك مواكب المحتجين من كل حدب وصوب باتجاه ساحات الاعتصام. المحتجون الغاضبون يحذرون الساسة من المحاولات التي تستهدف الركوب على هذا الحراك الشعبي، حراك يقولون إنه سيكون أفضل نصير وظهير للسودان وأهله إن ظل محافظا على صموده وسلميته. محمد عبد المنين، العربي، الخرطوم. ومن الخرطوم ينضم إلينا الأستاذ إسماعيل التاج المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين. مساء الخير وأهلا بك أستاذ إسماعيل. بداية، يعني هل يبدو بأنه الضغط الشارع بالفعل يعني بدأ بإحراز خطوات وربما إجبار المجلس العسكري اليوم على العودة إلى طاولة المفاوضات، أم أن هناك حسابات سياسية أخرى لا نعرفها بعد لدى المجلس؟ مرحبا ومساء الخير وأهلا بمشاهدي قناة العربي في كل مكان في العالم. نعم، الشارع السوداني هو سيد الموقف، هو الذي يحدد الأولويات ويحدد الخيارات المطروحة والمعروفة مسبقا للجميع، وهي مدنية السلطة، مدنية الدولة، مدنية مجلس السيادة بتمثيل محدود من القوات المسلحة، مدنية الحكومة، حكومة مدنية كاملة الدسم، ومدنية المجلس التشريعي. فغدا سوف تبدأ المفاوضات مرة أخرى مع المجلس العسكري وحول النقاط التي ثارها المجلس العسكري وحول النقاط الخلافية التي تم تحديدها التي تتعلق بمهام وصلاحيات المجلس السيادي، النسب بين المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، ثم مدة المرحلة الانتقالية والتي يجب أن تكون وينبغي أن تكون 4 سنوات. فهذه هي النقاط التي ينبغي حسمها خلال 72 ساعة كما ذكر تقريركم، حتى يستطيع تجمع المهنيين السودانيين مع حلفائي في قوى إعلان الحرية والتغيير الاستعداد للمرحلة القادمة وفقا لمخرجات هذه المفاوضات التي ينبغي ألا تتجاوز 3 أيام.
اليوم فهنالك ضغوط الشارع. نعم. اليوم ومع زيارة الناطق الرسمي للحركة الشعبية وحضوره إلى الخرطوم يبدو أنه زاد التوتر مع قوات الجيش الذي يعني التي استفزت على ما يبدو من هذه الزيارة وحاولت منع المؤتمر الصحفي الذي انتقل إلى ساحات الاعتصام. برأيك إلى أي مدى دخول اليوم الحركة الشعبية قد يعقد الأمور مع المجلس العسكري؟ نأمل لا يكون هنالك تعقيد. فالمجموعات النضالية أو ما يسمى بالمجموعات المسلحة عند البعض هي جزء أصيل من هذا الشعب السوداني، ومن حقها أن تكون لها رؤيتها في كيفية إدارة السودان يعني على كافة المستويات. فحضور مثل هذه الحركات إلى الخرطوم هو مؤشر إيجابي، وينبغي أن لا ينظر إليه على أساس أنه عامل استفزاز أو عامل يمكن أن يؤخر، بل بالعكس هنالك قضايا الحرب والسلم التي يجب التعامل معها بإيجابية ووضع حلول لها. فهذا مؤشر إيجابي وينبغي التعامل معه كذلك من كل الجهات الفاعلة سواء في المجلس العسكري أو حتى في القوى السياسية الأخرى. نعم. فيما يتعلق أيضا بترتيبات أو بخارطة الطريق للفترة المقبلة، بغض النظر عن إلى أين قد تصلون مع المجلس العسكري في المفاوضات على طريق موازي، ما هي خارطة الطريق التي يضعها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير للخطوات المقبلة في السودان اليوم؟ هي خطوات تتسم بالرؤية الواضحة، وسوف يتم تحديدها عقب مدة 3 أيام التي رأت قوى إعلان الحرية والتغيير. يجب لا تتجاوز المفاوضات هذه الأيام 3. هنالك أشياء كثيرة يمكن القيام بها، وبدت منذ الأمس تظاهرات كثيرة جدا في نواحي كثيرة من الوطن وفي الخرطوم بالتحديد. وهنالك مسألة العصيان المدني الذي يزداد قوة ومتانة كل يوم، وهنالك مسائل أخرى يمكن اللجوء إليها بما في ذلك الإضراب الشامل، إضافة إلى أشياء أخرى يمكن الإفصاح عنها عقب 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع المجلس العسكري. جزيل الشكر الأستاذ إسماعيل التاج المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، كنت معنا من الخرطوم.